الله الله، اثبت مكانك، لا تولع وانت واقف. اثبت مكانك والقلوب يوقف. اتفضل اتفضل، انت يا راجل بتستهبل، مش عيب تخش على ولية كده من غير ما تستأذن. افرض قلعة ولا مستحمة، افرض سرحانة بحاجة قلية الأدب ومش عايزك تشوفني، تدخل كده عليا خلوتي. اتفضل اتفضل. استنى، انت عميت وعينيك البعيد، مش شايف عيل بيرجع ويقعد له روح لامك. كهرمانة لم عيالك، عندي شغل. موضوع اسمي عابد البلاوي، المهنة تنزي حريمي، سن 42 سنة. لا تكذب من أولها، 58 سنة ومولود في المحلة، وتعمل لك عمل زمان وترمى في حالة. وحالة يا حالة، ليلة نطين يا حالة. حلوة؟ عجبكي؟ رايح فين؟ رايح فين؟ مالكش دعوة اللي بيدور هنا، ها؟ أنا جاي من طرف نوال. معلش، عشان النوالات كتير. يكون سلبت نوال بتاعت الأردن وأنا بحبها. لا، نوال بتاعت الأردن. أدي بنتي غلبانة يا أمها، سرق منهم عقد وجبناه. أنا بقى جاي مخصوص، عاوز أعرف مين اللي خد العقد ده. حضرتك في النيابة؟ لا يا فندم. أمال إيه جاي اللي أنت مالك ومال ده شغل؟ مالكش أنت دعوة. معلش. اللي معلش، إحنا ما نجحش حد، جبنا العقد وخلاص. معلش من فضلك، العقد ده أنا اتهمت بالسرقة أنا وابني وحيدي في هذا العقد. ما أنت شكلك حرامي. لا من فضلك، أنا ترزي حريمي. أنا مالي ترزي حريمي ولا ترزي خرفان؟ أنت جاي تحرق دمي؟ خلاص، عقد السرق والإناء، اتكل على الله. يلا بقى، يلا، أنا في حاجة بتجري في دماغي مش عارفة إيه هي. اتكل على الله بقى، ترقنا. سبحان الله. ده بيقول له اتجنن ولا إيه؟ سبحان الله. في حاجة يا ساتر؟ يخلق مش شبه 40. حضرتك شبه المرحومة مراتي الخالق الناطق. الله يرحمها ويحسن إليها. الله يرحمك يا زبايد. الله أكبر. حضرتك تعرفيها؟ الأرواح بتتلاقى في ملكوت الله. أمر عليك لو قابلتيها قولي البنطلون الأزرق بتاع البلاوي حطيتيه فين. فين؟ نسيت؟ ما أنت قصيته وديته الواد ابنك، وقعد يعيط لك يا عنوم عشان تجيب له بنطلون جديد. صح صح صح، الله هو أكبر. رسمة العين مناخير السايحة. برأيي بقوله انت كده هتجرجرني للرزيله، وانا بصراحه بحبها. اسيب شغلي واكل عيشي بقى وراي للرزيله معاك؟ لا لا، رزيله انت، فهمتيني غلط. يبقى انه اتجنن ولا ايه؟ الجسم اللي قدامي المتفجر ونوسه ده، نفسي البسك فستان بقصه ايدي انا. ان شاء الله اجي لك الورشه. انا ورشتي في بيتي، وعنوان بيتي 13 شارع عبد الحميد، عبد الحميد في الجيزه. الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا واصلة يا جامدة. ازيك يا نوال يا بنتي؟ حد الله بيني وبينك، أبدا ما سلمش عليكي قبل ما تلبوا بلاكم على الناس الأشراف وتتهموهم بالكذب. اتأكدوا الأول على عموم الست اللي انت داخلها دي بترمي الكذابين في النار. ما تزعلش نفسك والنبي يا حاج. يلا بكلمك.